اسمك كاميرا ومن بين التجارب الزوينين اللي عشت مع عبد السلام القلاعي. عبد السلام القلاعي كنعرفوه وكنعرفو انا كمخرج، كنرتاح للخدمه معاه حيت مثقف، مخرج مثقف، عنده باك جراوند ثقافي، عنده خلفيه ثقافيه، وعنده اون بروفوندور في الخدمه ديالو ثقافيه، ولا سنسيبيليتي ديالو عنده اون سنسيبيليتي تري هيومن. التراجمان كتبان من التشريح ديالو للشخصيات ديال الطبقات الهشه في المجتمع. كيبان لك بلي الانسان تري تري هيومن. بالنسبه ليا بين تجارب زوينه، من التجارب اللي بلوز ايموشنيل اللي خدمت فيها سينمائيا. وعبد السلام كما قلت لك كنرتاح في الخدمه معاه، كنرتاح معاه، كنفهموا بعضياتنا بزاف، كان on est sur la même longueur d'onde côté création ولا côté الى حد لينا ديبا كولتوريل ولا هذا ولا حنا ديبا سينماتوغرافي، كنلقاو راسنا sur la même longueur d'onde. دونك كيعجبني نخدم مع عبد السلام قلاي، كنكون انا مرتاح كممثل وكنكون كنقدر نثيق في المخرج. وبالنسبه ليا نقطه مهمه انني نثيق في المخرج، حيت كتجي انا كممثل وكنعرف الممثلين شويه كيكونوا سواديزون، ما غاديش نقول جوج الممثلين شويه ايغويست ايغويست بلو بون سونس، ماشي بلو موفي سونس ديال ليغويزم ديال دونك كتخاف، نخاف نعطي راسي لشي مخرج ومي اسوريش ولا مي نكونش مي صورش البيرسوناج اللي عطيت ولا مي ايفولي مي ديفلوبيش ومي بينش البيرسوناج اللي كومبوزيت على اشكال على اكمل وجه ولا بالشكل اللي خصو يكون عليه. دونك عبد السلام، مع عبد السلام ما عنديش هذا المشكل بصفه نهائيه. بين المخرجين اللي كنثق فيهم بزاف وكندخل نخدم معاه بغينا مغمضين، عبد السلام نقدر ما يعطينيش تكست، يعطيني غير ان بريتكست اللي نخدم عليه، ونقدر نخدم مع عبد السلام وانا متاكد ان العمل غادي يكون كبير، ومتاكد انه غادي يكون مزيان في اي مشاركه معه. كما قلت لك العام اللي فات كان ما بين كان ولاد الدرب مع ياسين فنان، كان بي ولا بيك مع مراد الخودي، وكان مكتوب ديال علاء كعبون. الا شفنا ياسين فنان ومراد الخوضي وعلاء كعبون، سي ثلاثه دو جينيراسيون، ولا نقولوا ثلاثه ديال لي جينيراسيون، نقولوا دو جينيراسيون، نقولوا ياسين ومراد اون جينيراسيون وعلاء اون اوتر جينيراسيون. دونك جوج ديال لي جينيراسيون في التفكير، جوج ديال لي جينيراسيون في القراءات السينمائيه، جوج ديال لي جينيراسيون في الباك جراوند، في الخلفيه ديالهم، المعاش ديالهم، كيفاش كابرين كل واحد فين. مراد ياسين في الرباط، مراد ولد الحي محمدي، وعلاء فاس. دونك اختلاف ثقافات مختلفه. بالنسبه ليا سيتي دي زيكسبيريونس انريشيسونت ديجا غير في التعامل مع مخرجين بهذه الخلفيات بثقافات مختلفه. بالنسبه ليا هاد ليكسبيريونس، هاد ثلاثه ديال ليكسبيريونس كانوا بينيفيك. وما نهضروش على الا ما هضرناش على الافلام كاع بصفه نهائيه ولا المسلسلات، مساله صحيه، مساله بينيفيك. بالنسبه ليا يعني تعاملت مع ثلاثه ديال المخرجين مغاربه كيتعتبروا دي جون دي جينيراسيون مختلفين، ثقافات مختلفه، باك جراوند مختلفين، ثقافات سينمائيه مختلفه، وبرؤى سينمائيه مختلفه. دونك فرحت بزاف، سي نورمال تفرح حيت كتخدم مع ثلاثه ديال الناس عارفين ديجا عارفين اش كيديروا. والدليل هو النتيجه ديال راه شفتوها في التلفازه، كسوا ولا الدرب كيفاش مخدوم، ولا بيا ولا بيك كيفاش مخدوم، اللي شكل اخر ما عنده حتى شي علاقه بولا الدرب، ولا المكتوب اللي شكل اخر ما عنده حتى شي علاقه بهذوك الاخرين كيفاش مخدومين. هنا كتبان لك الثقافات، الاختلاف ديال المخرجين واختلاف ديال ثقافاتهم وديال دونك باش تيفولي انت كممثل واحد في ثلاثه ديال الثقافات. المساله كتفرحني حيت انا ممثل كيعجبني لا كومبوزيسيون، كيعجبني نقز من بيرسوناج لبيرسوناج، وبيرسوناج ما يكونش كيشبه الاخر، ما كيشبهش ليا وما كيشبه حتى شي حاجه. دونك بالنسبه ليا دابا كنهضر اكسيتيت سين بون سورس ليا انايا ديال انرجي بوزيتيف، وهاد الاكسيتاسيون ديال تخدم في ثلاثه مع ثلاثه ديال تخدم ثلاثه ديال البيرسوناج مع ثلاثه ديال المخرجين بعقليات مختلفين. دونك ما يمكن الا نكون فرحان بزاف حيت نقولوا في عام واحد زد غنيت تجربتي فوا 3 مع ثلاثه ديال الناس، وتعرفت على مخرج اللي ما كنتش اول مره غادي نتعامل معاه هو ياسين فنان. دونك سي اون تري بون شوز بالنسبه ليا، سي اون تري بون شوز.
رمضان ما عرفتش غتكون في رمضان، ولكن احنا غادي نبداو لو 19 ان شاء الله في هذا الشهر نصور مسلسل سميتو انا حره مع سبيك توب وعادي الفضيلي في الاخراج، مع مجموعه من الممثلين وممثلات المغاربه اللي كيعرفوا واش كيديروا كممثلين. دونك متحمس ندخل هذه التجربه، متحمس ندخل بيرسوناج جديد بخلفيه جديده بعلاقات جداد بعقد جداد. دونك ان شاء الله غادي تكون شي حاجه، ما عرفتش واش غتكون في رمضان ولا لا، مي تورناج ان شاء الله غادي نبداو هذا الوقت وغادي نساليو شوا في شهر جوج ولا شهر ثلاثه. الا كانت مفاجاه راه غتكون حتى ليا انا. حتى انا بحالي بحالك ما عرفتش واش غادي ندير. نورمالمون انا مت في لا بروميير سيزون، هذه من جهه اخرى ما في خبريش واش غادي تكون اون دوزيام سيزون، حيت باقي ما اتصل بيا حتى شي واحد، ما قالوا لي حتى شي حاجه. اليوم في الصباح كان عارف هذا الشيء من عند الصحافه. دونك الا غادي كيف ما قلت للدراري، الا كانت شي حاجه انا نتمنى التوفيق للدراري، نتمنى التوفيق للشركه ديال الانتاج كونيكسيون ميديا اللي غندي على راسها، ونتمنى التوفيق لعلاء كعبون، حيت بصح مخرج يستاهل لا ريوسيت في الكارير ديالو، بيرسون تري سنسيبل و تري على ليكوت ومجتهد بزاف، وستا موردو كما كنقولوا حنايا معضود بالسينما، عضى السينما. دونك نتمنى التوفيق للممثلين اللي شاركوا معايا في لا بروميير سيزون، نتمنى لكم التوفيق بزاف بزاف بزاف، وما عرفتش كيفاش نقدر ندعمهم، حيت صعيب تنجح اون دوزيام سيزون ديال اون سيزون اللي اصلا دارت ان طابا نجحت بزاف. صعيب دير اون دوزيام سيزون وتكون في نفس المستوى ولا اكثر من هذاك المستوى. دونك نتمنى لهم التوفيق بزاف 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 في هادشي اللي جاي. كونسيكونس كان فيها بزاف ديال الهضره، سيرتو المشهد الاخر ديال الموت كان فيه بزاف ديال الهضره بيني وبين علاء وبين الناس في لابواط ولا بين السيناريست ولا. دونك كانت بزاف ديال الهضره حيت ما كانش حيت معطاوي ماشي سي با ان بيرسوناج سويسيدير، ماشي شي واحد اللي غينتحر في الاخر، ماشي شي واحد اللي يموت على بسبب مشكل بحال هذا. معطاوي هو فراس ان غروند انتربريز و نقول اش غادي نقول، خدام مدوز ولد السوق، عارف اش كاين، مدوز عنده اكسبيريونس في كبار في الدنيا، مدوز حياته اكثر من هاد الالام، اكثر من هاد المشاكل، الموت ديال مراته وخوه في نهار واحد، الزواج ديالو بمراه اخرى، وكيعيش معها غير لو فيت ديال تعيش مع امراه بلا ما تكونسومي زواجك معها 15 عام، راه سيتون اكسبيريونس ايبروفونت بالنسبه ليه هو بسيكولوجيكمون كانسان. دونك ما نظنش واش هاد الانسان اللي عاش هادشي كامل غتقدر تهرسو خيانه ديال المراه، ماشي حتى مراتو غير كتشبه لمراتو وحط فيها هو كاع داكشي فوكاليز عليها كاع. دونك كانت فيها بزاف ديال الهضره، المشاهد الاخرى كان فيها بزاف ديال الهضره، وفي الاخر خرجنا انه تقدر تكون غير اكسيدون حيت الشكل باش بدا كيشرب هو من تلقى الخبر وبدا كيشرب وداكشي، تقدر تادي به الاكسيدون اكسيدون في وسط هذيك لا كوتيم اللي ولف يديرها ديال يمشي يدخل الماء بحال كيغسل ذاته ولا كيغسل روحه ولا كيغسل من هذاك الهم ديالو من المشاكل ومن الموت ديال مراته ومن واش كان سبب فيها ولا لا ولا بزاف الحوايج. دونك هذاك لو ريتوال اللي كان كيديرو مره مشى يدير واحد النهار وطرات ليه اكسيدون. دونك حاولنا نبعدو من القضيه ديال من الفرضيه ديال راه انتحر. دونك انتحر كانت نفسيا المشاهد كانت ايبروفونت، كانت ايبروفونت متعبه، حيت ما مصوراش في الاوردر كرونولوجيك ديالها. دونك خصك تايماجيني انا كممثل تخيل لا سيتوياسيون كامله، وماشي نتخيلها غير اش غيدير اش غيدير اش غيدير اش غيدير، لا خصك تغيرها باش غيحس هنا وباش غيحس هنا وباش غيحس، وتركبهم كاملين تركيب لوجيك من الاول حتى الاخر، وتفرقهم وتصورهم مختلفين. دونك نفسيا كانت صعيبه، وذاكري على المستوى الذاكره هي كانت صعيبه، كان خص كونسونطراسيون بزاف ديال الكونسونطراسيون، وكان خصك بزاف ديال 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 الاجتهاد، كان خصك بزاف ديال تبقى مفوكس بزاف ديال الكونسونطراسيون، تبقى مفوكاليزي على في ظل هذاك الشيء اللي داير بك كامل في البلاطو، خصك تبقى مفوكاليزي على هذيك الحاجه في هذا المشهد، واخا يكون هو الاخر غادي تصوره هو الاخر، وغترجع من مورا تصور هذه ولا ترجع من مورا تصور الاول. دونك كانت شويه ايبروفونت لا على مستوى هذا ولا على مستوى لا كومبوزيسيون ديالها هي ك ك ك ك سيد تلقى خبر ان مراته حامله من ولد خوه مثلا،
وعرفنا كيفاش هذاك السيد حط كيشوف هذيك المراه اللي هي كيقول المراه اللي ماتت ليه في هذه 15 عام وهذا. دونك كاينه حموله نفسيه عندها 15 عام كتجي وعندها حموله نفسيه واحده اخرى عندها واحد عندها هذيك لا بيريود اللي عشنا في المسلسل. وفي الاخر ديالها هذاك السيد كيكتشف ان هذيك السيده خانته مع واحد السيد وحامله منه. دونك الوقع النفسي الامباكت بسيكولوجيك ديال هاد لي زانفو ديال هاد لافورماسيون على البيرسوناج خلاتو يديراي خلاتو ديستابيليزا كامل ديستابيليزات الريزون ديالو السوبريتي ديالو مابقاش كيشوف جوست الحوايج خرج من ذاتو. دونك هاد البروسيسوس كان فيه شويه ديال التمارة. جمهور شكرا اولا شكرا كبيره على المتابعه بزاف المتابعه وعلى الوفاء في المتابعه شكرا على الانتقادات وشكرا على ردود الافعال كسوا في الشارع ولا في لي ريزو سوسيو ولا في دونك شكرا بزاف. نتمنى نبقاو ديما عند حسن الظن ديالكم ونتمنى هادشي اللي جاي يكون في مستوى التطلعات ديالكم ونتمنى ما تبخلوش علينا بانتقادات وما تبخلوش علينا بديرو تور ديالكم حيت هادشي اللي يقدر يخلينا نطوروا ونزيدوا لقدام. لي روتور ديالكم ديال البيبليك هما اللي يقدروا يخليونا نحسنوا المردود ديالنا ونحسنوا خدمتنا ونحسنوا السيناريوهات ديالنا ونحسنوا افلامنا ونحسنوا كاع الانتاج ولا السلسله الانتاجيه كامله. دونك ما تبخلوش علينا ما تخلوش علينا انتقادات سواء كانت بناءه ولا ماشي بناءه واخا غير قولوا لنا ماشي مشكل حنا غادي نسيليكسيونيو وغادي نحاولوا نزيدوا قدام ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.